نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة حفل تخريج طلاب 2021-2022 دفعة الدكتور محمود علم الدين، حيث يقام حفل التخرج بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة. نتابع. الحفلة دي بالنسبة لنا تتويج ل4 سنين من الدراسة والشغل العملي في الكلية، وكونها كمان في دار الأوبرا وبحضور أساتذتنا وعميدة الكلية وقيادات الجامعة، فدي يعني حاجة نتشرف بيها بجد. والأحلى كمان إنها تحت اسم الدكتور محمود علم الدين أستاذ الأجيال اللي علم أجيال من الباحثين ومن الطلاب ومن الممارسين، يعني مجرد إن إحنا نحمل اسمه فده شرف لينا طبعا، وأي حاجة مش هتعوض خسارتنا ليه في الكلية. كلية الإعلام معروف إنها بتخرج الكوادر والخبرات، وهي بيت الخبرة المصرية في المجال الإعلامي، ليس فقط في المجتمع ولكن في الشرق الأوسط والعالم العربي وأيضا على المستوى الدولي. وجامعة القاهرة بما لها من عراقة وأصالة لا بد أن يكون هذا الحدث يتماشى مع نفس المكانة، وبدعم ومساندة كاملة من السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، وهو الذي يعني مدينا الدفعة إن إحنا نكون على هذا القدر من تحمل المسؤولية، وأن يكون الاحتفالية بما يليق باسم جامعة القاهرة وبما يليق باسم كلية الإعلام، وخاصة إن كان فترة كورونا الحقيقة وعدم الاحتفاليات والتفاعليات، فكانت فترة طويلة شوية نوعا ما، فبالتالي جت هذه الاحتفالية لتدشين بداية بقى عهد جديد من التفاعليات والخروج بقى بس بقوة للحياة العامة، خاصة إن إعلاميين اللي بنخرجهم هم إعلاميين المستقبل. دفعة الأول بتحمل اسم الأستاذ الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة ورئيس الأسبق لقسم الصحافة ووكيل الأسبق لكلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا، وفي هذا النطاق حاولنا برضو أنه نكرم كثير من الإعلاميين الراحلين، ومنهم طبعا الأستاذ ياسر رزق رحمه الله، طبعا كان علامة كبيرة وفارقة في تاريخ الإعلام المصري والصحافة المصرية، فالحفل النهاردة بيكرم روحه وبيكرم الإنجازات الخاصة بيه، وأيضا بنكرم إنجازات عدد آخر من الراحلين في المجال الإعلامي سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى المهني والعملي. طبعا احساس لا يوصف اصلا، خاصه بعد اللي حصل معانا حفله التخرج الثانيه، وبجد بنشكر الجامعه جدا انها عوضتنا بحفل مشرف زي ده بعد 16 سنه تعليم، فطبعا احساس وفرحه لا يوصف بجد. جامعه القاهره بالنسبه لي كانت حلم، يعني انا ما كانش فارق معايا كليه قد ما كان فارق معايا اني ادخل جامعه القاهره، فطبعا احساس كبير جدا، فرحانه جدا جدا ان الحفله معموله في الاوبرا مكان كبير زي ده، بالنسبه لي احساس تحفه يعني مش قادره اوصفه بصراحه.